كما كتشوفوا السعرة في 500 اللي هي 5 دراهم الكيلو ما واصلاش. مزيانة والله اسمينا مناسبة فهمتوا، مقارنة بالمغرب رخيصة رخيصة بزاف والله. عندها واحد الاطلاله زوينه كما كتشوفوا، كاين مقام الشاهد من الجهه هذه، الشمس ما غاديش يكون كيبان لكم مزيان. فيها زبيس، شنو فيه؟ فيه كزبر ثوم، كزبر ثوم، كزبر ثوم، ملح، فلفل، طماطم تاع الباطا، طماطم القوطي. التفاح ب 40 الف 20 درهم. في هذا الفيديو غادي نشوف واحد المغربي في الجزائر مشى لاكبر مركز تجاري في الجزائر وتصدم من داك الشيء، تفرجوا في الفيديو حتى النهايه. خوتي حطيت 10000 اللي هي 5 دراهم ورجعت لي 3000 اللي هي 30 ريال، يعني غادي نمشيو ب 7000 اللي هي 3 دراهم ونص. غادي نطلع في المترو ومن بعد غادي نبدل ونركب في التراموي باش نمشي ديك الساعه لباب الزوره. والله الحمد لله ياك تحيات لقينا واحد كيعطينا خوتي في وسط المترو. الله عليك حبيبي، الله يحفظك، شكرا بزاف، تحياتي. الخوت كنت كنشوف يعني شنو الفرق، حيت تلفت لي مع بين اللي جيت فيها في الالي وهذه الروتور كيكونوا كاسبين هنايا كما كتشوفوا. هذه فيها ترامواي مترو شفتوها، وهذه فيها غير مترو دالجي فهمتوا، واحد فواياج هنايا، واحد فواياج مترو ترامواي يعني بسبعة آلاف. هو هذا المترو وغادي نطلعوا فيه. وهبطنا خوتي في الرويسو، ما عرفتش دابا فين هو التراموي. من لهنايا، من لهنا اللحظه ديال التراموي، يعني كتطلع من المترو وكتطلع في التراموي، تخبط من المترو زعما كتطلع في التراموي. ما عرفت صراحه فين بصح، واش من هاد الجهه هادي ولا الجهه اللي من لهنا كاين. المهم غادي نسولو الزوار. اسمح لي اخويا، ماشي مشكل، باب الزوار من الجهه هادي اللي من هنا ولا من لهنا؟ شوف فون اللي يجي اطلع شي تيكي. عندي اللي يجي اطلع خو هنا ترمينيس. ترمينيس هذا عاودي ولو تما انت كيحضر الزوار. فهمتك. صراحة خوتي الطراموي جبت لي واحد الناس راه بزاف بزاف كما كتشوفوا دابا. يلاه هبطنا هنايا جنب الجامعة، هادي لافا كاينة ديال باب الزوار، وحنا غادي نمشيو مع هاد الاتجاه هذا تو ضروة حتى غادي نلقاو البارك مول. نتمنى نلقاو يعني كما كيوصفوا لينا، كلشي كيشكروا كلشي كيقول لينا مزيان. أول مرة خوتي غادي نكتشفوا إن شاء الله، نتمناو نلقاو كيف ما كيوصفوا لينا. فوالا خوتي حنا دخلنا ليه دابا، حنا في الداخل ديالو. أول مرة كنكتشفوا أنني دخلت البرج فاس اللي كاين في مدينة فاس. أنا الصراحة جاي الحاجة الأساسية هي على حسب داك المساج اللي كاين هنا. صراحة معمر ديال بصح خوتي، فيه ديكاطلون، فيه بزاف ديال الحوايج. خوتي انا كنقلب باغي ندير المساج مع داك الطرامو اللي جبت لي الناس، اجي نطلع من هنايا كيفاش كيدير من تحت. ناضي 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 ديال بصح. صراحة واعر خوتي والله، كبير وفيه واحد كات ديال لي زيباج. هنا كاين لي جوي الدراري صغار فين كيلعبو. اخر سؤالك، داك الكرسي فين كيديروا المساج؟ مرحبا بك. لا حداك، شكرا. مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. الي اصدياتي نص حياتك عشيري من ما جيتيش. قلت كيديروها ب 10000 اللي هي 5 دراهم، ما عرفتش شحال من دقيقه، وقال لي شي 4 دقائق كنظن. لا حداك، الله يكبر فيك. بحال 4 دقائق وقيله، 4 دقائق. على سلامتي. خوتي الترن جابت لي النعاس وزاد المساج كمل عليا. تشوف اخوتي صالون فاري 25000 اللي هي 12 درهم ونص. دولي كريب ياك؟ صالي. سي كريما كاش خوتي جلست هنايا، نخدم شوية المونتاج وناكل واحد الصالاد هادي ديال فاري، فيها مطيشة، فيها البيض، فيها الخيار، الكاروت، الباربا. ساعة كنت غادي نشرب عصير ولكن شفت صالاد فاري وتشيزا.
خو الصراحه هاد لاصالات غير فتحت لي شويه ما كرهتش عصير بارد دابا نمشيو ندوموندي ونشوفوا الاسماء لا صالات صراحه جرات جاتنا رخيصه 12 غرام ونص في بارك مول كبير في بلاصه زعما لي كلاس صراحه 12 غرام ونص رخيصه جاتني ما عرفتش اصدقاء راكم في التعليقات المهم دابا نمشيو نجيبوا شي جي ناتوريل ضروري نشربوا هنايا من بعد نمشيو نتعشاو ان شاء الله الزفيطه قال لي الياس نمشيو نتعشاو الزفيطه قلت له سير على الله مرحبا خونا افوكا كاين جي افوكا شنو كاين بانا شحال تحسبوا فيه ايه والله ما سمعتك من شو قلتي لي غير ناضي 50 اها باقي 40 دير لي بانان وشي عفسه مع اخرى صافي كوكتيل شحال كيف كيف 50 اه الفريز من الفريز لا اوه دير لي التفاح ب 40 في 20 درهم راه هذا هو الثمن ديالها يعني مع بارك مور راكم عارفين لا واعر بنية ديال بصح كندخل الجسد ديالي عادي ديال السعرات الحراريه ديس كنصحح ودابا خوتي غادي نخرجوا ما كرهتش نضرب شي دويره فين كيبيعوا المواد الغذائيه نشوف شي حاجه اللي كنت غادي نحتاجها ومن طون نشارك معكم الاسماء شكرا لاي واحد كيتلاقانا كيقول كلمه فينا زوينه شكرا لكم بزاف الدراري خوتي خدامين كيعرفوني في قالك ديجا شافوني في يوتيوب فيسبوك ما خلاونيش نخلص صراحه يعني شكرا للشعب الجزائري بزاف قسم بالله كنعرف المغاربه كيف ما قلت لكم كيديروا فوق الراس تلفزيون 26000 دولار 3 ملايين هذه 4 كتشوفوا دايرين عروض هذه 220 دينار يعني 22000 فيها 6 ديال الماء 22000 شحال هي 11 درهم هذا بيمو داير 100 دينار 5 دراهم بحال هذا غادي نحتاجها شي ال باش داك الليمون الكبار يعني فهمتوا كتلقى فيهم شي بروموسيون يعني ما غادي تلقاهمش في السبيريت هادو هذا السكر خوتي كما كتشوفوا 9500 اللي هي 5 دراهم الكيلو ما واصلاش و جوج كيلو ب 800 درهم و 5 46 46 صافي 23 5 كيلو ب 23 درهم ديال السكر رخيصه صراحه والله كنا يا الجيم الفروي التمر شوف التمر هذا شحال هذا 27000 هذا 27 ملف عجبتني خاصة التمر هذاك هذيك مزيانة غادي نديها شي لسه هذا خاص عسل هذي الزبدة كدير 27 اللي هي 13 درهم فيها 500 غرام 13 درهم نص كيلو هذي داك محمصة صغيرة كما كتشوفوا 5500 اللي هي 50 ريال 2 درهم ونص صراحة مواد غذائية رخيصة رخيصة بزاف وهادو الحوايج اللي كيحتاجوهم النساء بزاف المهم العيالات اللي ما جيتوش حوسوا معايا في هاد الفيديو 49000 كدير هادي يعني 25 درهم 25 درهم بالمغربية طارت شي 3 قطع المهم داكشي هذا ديال النظافة وكذا 63 69 هذا 85 هذا كيدير 300 ميرقا 1000 فرنك هي 150 درهم درهم 25 125 درهم كيما كتشوفوا 5 دراهم فوكا هادي يطرب وهادي جوج يطرب بيبسي 13000 لي 6 دراهم ونص المهم لي بواسو خلاص رخاص بزاف هذا صوص الجيريان 44000 دي 22 درهم هذا تي 62000 لي هي 31 درهم ما عرفتش 2 كيلو كيلو ونص مزيانه والله اسمينا مناسب فهمتوا مقارنه بالمغرب رخيصه رخيصه بزاف والله هذا كيدير 5 دراهم ونص كما كتشوفوا خوتي خديت هاد الشهاده ب 38000 اللي هي 19 درهم يعني التمر شي نص كيلو ومع هذاك البيم وهذاك اللي فيه البروموسيون
المهم انا غير مهتم صراحه يعني المواد الغذائيه ما غاديش نحتاج ما كنطيبش كنكون غادي نطيب شي حاجه غادي نشريها لهذا بارطاجيت معكم الاسمنه وفقط دابا خوتي غادي نشوف صراحه جاتني يعني رخيصه قسما بالله يعني مقارنه بالمغرب رخيصه يعني المواد الغذائيه بزاف خوتي بطنا في لاغلاسيير هنايا باش غادي نطلعوا جنوا نبرو تما غادي ناكلوا الزفيطي لاغلاسيير حي شعبي ديال بصح خوتي خاوي انا كنت غادي نطلعوا جنوا نبرو فين كنت خرجت بالدوني ديال المغرب نعم الناس كل اللي هنايا طلع الله مونطال هذا من هنا يا بسم الله درت فيه لي زيبيس درت فيه زيبيس شنو فيه؟ فيه كزبر ثوم كزبر ثوم كزبر ثوم ملح فلفل طماطم تاع الباطا طماطم القوطه ديال المطيشه اييه فيه البصله ولا ما فيهش البصله؟ ما فيهش البصله ما فيهش وهذه شنو هي اللي كطيب هنا؟ هذه لاصوص تاعها ودي لاصوص ديالك هذه كتجي حاره لا لا الحاره نديرها واحده لاصوص هذه شنو فيها المطيشه؟ طماطيشة تاع الحب ولاصوص باك الزيت الزيت والماء والمطيشة ما فيهاش غير مطيشة ديال الحب وفيها الحمار الباطا ديال المطيشة هذاك الباطا ديال وهذا هذه الكسرة فوالا فوالا هذه هي الكسرة اللي تسحب بها الدجاج كما كتشوفوا الخوت هذا هو الديزاين صراحه ديال لاطاب داكشي واعر كتكون هنايا واحد السقف سبيسيال ديال فين كيجي الزفيطي هي هذه انت طيب سمير الفؤادي محمد سفير القنصل سفير وانا القنصل سفير القنصل بسم الله انا غادي نبدا بشخشوخه حيت اول مره غادي ناكلها في حياتي مع عمرك ديتها غادي نعطيكم المذاق كيفاش داير شفتوا الديزاين كيبان داكشي الناضي ديال بصح من المذاق بسم الله سير هو اللي زين عليه شو خاصاي فهمتي بحال الزفيطه كتبان لي انا كتبان من الاخرى بالكسره وهذه بالملوي خوت كما كتشوفوا الاسمنه هما هادو يعني الزفيطه 30 ميل شوخه حتى هي 30 ميل الحاجه اللي غاليه شويه اللي هي اللحم فور ديال الخروف اللي هي ب 70 في 35 درهم شوخه 15 درهم الزفيطه 15 درهم حنا خدينا دو بلاف واحد كبير صافي اللي هي 30 درهم فريق كارت فيزيت ديالهم اسمع بغى شي حاجه مرحبا المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو الا عجبك الفيديو خلي لايك ونرى الاراء ديالك في الكومنتات تهلاو